بأكبر الفنانين الكبار مثل حضرتك الرواد، فحاب أسألك سؤالين إذا عندك وقت. أول شيء، شنو رأيك بالوسط الفني الشباب اليوم؟ شنو تحب توجه كلمة للفنانين الشباب وجمهورك الشباب اللي أكيد أنا واحد منهم؟ نعم، شنو رأيك بالفنانين الشباب اليوم؟ طول ما أنت حضرتك ومثل الناس اللي مثلك موجودين إن شاء الله، إحنا دائما أنتو يعني قدوتنا. أني ساري حسام. أني ساري حسام، اسمي ساري حسام. اسمي ساري حسام. اي ساري حسام، فنان تشكيلي. اهلا بك استاذ. ست فوزية، ست فوزية شلونها؟ يا رب تكون دائما تكون بخير. شكرا جزيلا استاذ، وممنون على وقتك. شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. بأكبر الفنانين الكبار مثل حضرتك الرواد، فحاب أسألك سؤالين إذا عندك وقت. أول شيء